السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم على كل العراقيين من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وعلى كل الأمة الإسلامية والأمة العربية. يا ربي الخير والبركة والسعادة على كل من يتابعنا ويشاهدنا عبر ليالينا البصرية عبر شاشة قناة دبليو تي في الفضائية. ليلة رمضانية جميلة وجديدة، ليلة بصرية من ليالينا البصرية، راح نكون وياكم على مدى الدقائق المقبلة إن شاء الله. راح نكون خفيفي الظل عليكم، خليكم ويانا لا تذهبوا بعيدا. مستمرين مشاهدينا الكرام وجولتنا الرمضانية وليلتنا البصرية الجميلة لهذا اليوم، مستمرين وياكم. واليوم خلينا نشوف شبابنا. السلام عليكم، رمضان كريم علينا وعليكم. شلونك يا عمري؟ الله يسلمك، الله يخليك ويروح لك. فايز خاسر ولا مقلم؟ لا مقلم، فايز 1-0. ما اخسر بس هسه خسران تبين بعد اغلب حيله. يا ويا من تلعب ويا الاخ استاذ، ليش ما نصير انا وياك علي؟ واحد يطق واحد يشوف وليش. اي ولي شوف هسه وين باوع كم طوبه عندك؟ 3. هو مخلص مسيطره. مسيطر اكثر. وين مسيطر؟ والله مسيطر. والله هسه هو بيد من ال بيد ال زين، ما يخالف. انتم وين من البصره؟ من الزوار. وانت؟ جزار. جزار. راح اسالكم سؤال يخص البصره حتى اعطيك جائزه. عرفت انت اعطيك جائزه البصره. ما ادري، انا سؤال عندي. شقول؟ مو برنامج شعري. في اي عام تم بناء البصرة؟ ومن الذي بناها؟ لازم تعطيني جواب. شلون؟ أنت بصري أصيل ومن الزبير وتعرف هواي معلومات، احنا من نصير بيضة صح. وأنت صديقي؟ ما تعرف. إذا ما عرفوها وإن شاء الله اثنينهم يخسرون بهذا الجيم. حبايب مستمرين بجولتنا، خلينا نشوف الشباب. السلام عليكم. حياكم الله. حياكم الله. الله يعزك. الله يعزك. رمضان كريم علينا وعليكم. رمضان كريم علينا وعليكم. من البصره. وين؟ زبير. زبير. بصره الزبير. حياك الله، ما شاء الله اليوم اهل الزبير منورين. الله يعزك. اي والله حبيبي الغالي. سمعت السؤال اعتقد؟ لا والله. في اي عام تم بناء البصره؟ ومن الذي بناها؟ والله ما اعرف. شلون احنا اهل البصره تاريخنا؟ شنو اسمك؟ احمد. احمد. وانت؟ نايف. 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 ما يصير يا اخي. أقول لك تب ليش الزبير نايف ومشعل ومبارك وسلطان؟ ليش بعد هم تأثير خليجي؟ اي خليجي على الكويت. يجوز احنا اثرنا بيهم لو هم اثروا بينا. لا هم اثروا بينا. بعد هاي وجهة نظرة. حبايب رمضان كريم الله يحفظكم. اذا مشاهدينا الكرام مستمرين، نخرب الجيم مال الولد. خل نخرب الجيم. السلام عليكم. رمضان كريم. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. صح الاسم الكريم؟ صلاح مهدي. صلاح حياك الله. تعال استاذ تعال. احمد. وين بالبصره صلاح؟ انا بالسنيدي ابو بالخصيب. حياك الله، اهلا وسهلا. اسم؟ احمد. احمد. احمد عندنا سؤال. جواب. اذا جاوبت راح اعطيك جائزه. ان شاء الله. سؤالنا يقول في اي عام تم بناء البصره؟ ومن الذي بناها وفي اي عهد؟ ثاني على بغداد اقول لك ابو جعفر المنصور. ها انت بصراوي ولا بغدادي؟ لا البصري. لا شلون تعرف تاريخ بغداد؟ تاريخ مدينتك ما تعرف؟ لا مو تاريخ مدينتي ما اعرفه، بس يعني كعاصمه هاي معلومه مر علينا بالدراسه بال صح. حتى هاي ما اعتقد. لا هم مره والله. يا بعد عمري قلبي نورتونا. الله يحفظكم. رمضان كريم. وانا اسف علينا وعليك. مستمرين بجولتنا وتغطيتنا ويا شبابنا اليوم. اليوم احنا مركزين على الشباب. السلام عليكم. شلون الصحة؟ سلام. نقعد يمكم؟ استريح. يا الله شوكم شباب؟ سلام حبيبي. اسم؟
سين ابو علي حياك الله. كرار كرار يا مية هلا. شلونكم شباب؟ شو تطلبون؟ ترى عطشنا صدام. اجيب لك ماي. والنعم والله والنعم والله كفو 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 والله والنعم. ثلاث انعام. عندي سؤال جواب دل. اذا جاوبت اعطيكم جائزه. تمام. ما جاوبتوا تطلبون شيء ونشرب. شوفتك كافي. نعم الله يحفظك. بدون السؤال بدون هاي انا اطلب لك. كفو كفو والله الله يديم. في اي عام تم بناء البصره؟ ومن الذي بناها؟ وفي عهد اي خليفه؟ اعتقد بزمن الخليفه عمر بن الخطاب. صح. وفي اي سنه؟ اي بعد هاي في اي سنه هجريه؟ يعني اعتقد ورا الرسول ب خلينا نقول 20. لا 17-18 ورا يعني هجريا. هجريا يعني 17-18 كذا. لا 16-15 14 14 هجرية في زمن الخليفة عمر بن الخطاب. أسخو هذا أنا جاوبت أكيد. أنا جاوب واحد بس ترى مو حالة. جائزة مقدمة من عيادة أستاذ لطب الأسنان والتجميل شارع السعدي بناية جراند ماركت. تروح لهم شنو عندك قضيه بالاسنان؟ ما يقصر. تسلم حبيب قلبي. الله يحفظكم. الله يديمكم. وانا اسف ازعجتكم. الله يحفظكم. نورين شباب. الله يحفظكم. واذا مشاهدي الكرام لا زالت جولتنا مستمره ولقاءاتنا بشبابنا مستمره. قسم جاوبوا على سؤالنا وقسم ما قدروا يجاوبون. مشكور صديقي. خلونا نرجع العوائلنا البصريه وناخذ عوائلنا البصرية وناخذ سؤالنا. أنا مستغرب على السؤال حقيقة أنه تاريخ البصرة وإحنا أهل البصرة. استغربت أنه شبابنا ما يعرفون هذه المعلومة. المفروض إحنا عندنا إلمام كامل بتاريخ مدينتنا. عندنا إلمام كامل. ندخل جوا ماكو حد. شلونهم شباب؟ السلام عليكم. خلينا نشوف هنشوف عائلة بصرية ويانا. السلام عليكم. نلتقي بالاستاذ العائل. شلونك استاذ؟ انا مرحبا. رمضان كريم. اشكرك الله يخليك. علينا وعليكم على الجميع ان شاء الله. شلون تشوف ليالي رمضان؟ والله الحمد لله حلوة. الحمد لله طبعا حلوة اكيد. واجواء البصرة؟ اجواء البصرة توب توب. تم البصرة؟ طبعا اي. حياك الله. اهلا وسهلا. بما انه انت بصري. نعم. ومتفاعل ويا اجواء البصره. عندنا سؤال يخص البصره. طبعا. في اي عام تم بناء البصره ومن الذي بناها؟ والله وفي البصرة. عهد اي خليفه؟ عهد اي خليفه والله هي موجوده بس المعلومات التاريخيه طبعا تعرف تنسي يعني مر علي. صح. بس من زمان كلش. شنو عملك استاذ؟ انا مهندس. مهندس يعني انت مختص بهاي القضيه يعني قضيه البناء هو اول من بناها. ها اسم معروف يختلف. حتى تمثاله معروف بالبصرة. اي 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 هو عرفه فلان البصري. كم بالبصرة؟ ها؟ كم تمثال عندنا بالبصرة؟ قليلات والله. اي كم واحد ياهم الشخصيات؟ الشخصيات الفراهيدي عندك. ايه. منو الفراهيدي؟ ايش سوى الفراهيدي؟ الفراهيدي عالم اعتقد باللغة أول شيء. صح. باللغة وهم العلماء والثاني قدمة. والثاني. ثاني تمثال ثاني هسه الفراهيدي هنا بالجزائر. اي تقاطع الجزائر. تمثال ثاني وين؟ سياب يعني قصدك؟ لا سياب هسه حديث. حديثي بعد عندنا تمثال ثالث. اريد افوز القوه اليوم. هو الفراهيدي اليوم عبد الله بن علي التمثال. اي 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 شنو اسمه؟ محافظه. اي شو اسمه؟ والله ما 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 جاي يحضرني يعني. عتبه بن غزوان. صحيح. هو اللي بنى البصره. صحيح. عام 14 للهجره زمن الخليفه عمر بن الخطاب. صحيح. انا بدي افوزك يعني. انا اشكرك بس انا بصراحه انت ما قدمت لي يعني منو انتم يا قناه؟ احنا قناه دبليو تي في الفضائيه. اي دبليو تي في. برنامجنا اسمه ليالي بصريه يعرض يوميا على شاشه قناه دبليو تي في. اي ساعه يعرض؟ الساعه 8 ان شاء الله. يعني باكر ب8 هذا اللقاء. باكر ب8 ان شاء الله. هاي حتى لان انا عائلتي عايشه برا. خل اقول لك. يلا تفضل. جائزتك مقدمه من عياده الحمراني لطب وتجميل الاسنان شارع الوفود قرب
تقاطع الخوره بنهايه فور سيزون. تدري اجت بمحلها لان اختي جاي تلح علي اسنانها بها اشكال اجت عدلي حظها هي وحظي انا. ايوه الا انا شنو ايش جابني ايش دخلني انا اي لا لا النبار انت مو تمشي يجي سلمت عليه قلت يعرفني جايبني قبل فرصه سعيده شرفنا بك الله يحفظك شكرا شكرا جزيلا حياك الله يا هلا. اذا مشاهدي الكرام مستمرين بهذه الجوله وهذه الاجواء وهذه الروح البصريه الجميله الرائعه يعني ناسنا حلوين والله طيبين روح جميله روح طيبه دائما انه تلقى هاي الطيبه هاي المحنه الحنيه الاوليه مالتهن موجوده. مرحبا. اذا مشاهدي الكرام نروح الى فاصل قصير وراجعين وياكم لا تذهبوا بعيدا ابقوا معي. مستمرين مشاهدينا الكرام بجولتنا وليلتنا البصرية الرمضانية. السلام عليكم. رمضان كريم علينا وعليك. الله يحفظك. ام منو؟ ام علاوي. ام علاوي حياك الله يا ام علاوي. حياك ام علاوي. عندنا سؤال راح اسالك اذا جاوبتي انطيك جائزة. ايه سؤالنا يقول في اي عام تم بناء البصرة ومن الذي بناها؟ اللي بناها عتبة ابن غزوان. عافية. بس السنة يعني بالهجرية. هجرية صح. ايه 14. لو ايه ايه 14 هاي هي 14. برافو عليك. جائزتك مقدمة من عيادة استاذنت لطب الأسنان والتجميل شارع السعدي بناية جراند ماركت. شكرا حياكم الله. السلام عليكم. شلونك؟ شلون صحتك؟ شنو اخبارك؟ والله الحمد لله. شنو اسمك؟ مهدي. مهدي. مهدي تشتغل هنا؟ اي والله استاذ. انت هاي الك لو؟ لا عامل. عامل. ايش قد يعطونك يوميا؟ يعني راتبي 400. حلو. اي حلو يعني. الحمد لله. عافية. انت تدرس ولا؟ لا تركت. ليش؟ والله استاذ ظروف. يا صف تركت. ثالث. يعني ثالث. جماعتي سادس انا. اه والله. حرامات والله. بعد قلبي. شنو العطور عندك زينة؟ عندي انواع. اه شوف لسه مثل دمار. دمار مالنا ما شركتنا مال عطور دبي خاص بينا. دمار شامل. دمار فس شكل شامل. ما راح اسالك. علاوي مو؟ ايه علاوي. مهدي تستاهل والله. بعد قلبي. مهدي جائزه مقدمه من حسن للساعات. بعد قلبي. بالطابق الاول شنشل مول الطابق الارضي. الله والديك. تسلم يا عمري حبيب قلبي. الله يحفظك ويخليك. اذا مشاهدي الكرام لازلنا مستمرين بجولتنا. السلام عليكم. شلون صحة؟ الحمد لله. شلون زينة؟ نعمة. شنو اسمك؟ فاطمة. فاطمة حياك الله. فاطمة الله يحييك. فاطمة طالبة خريجة. خريجة شنو؟ بكالوريوس محاسبة. ما شاء الله بكالوريوس محاسبة. وتعينتي لو لا؟ لا بعدني. يا الله ادعي بلكي عسى ولعل تتعيني ان شاء الله. فاطمة في أي عام تم بناء البصرة ومن الذي بناها وفي زمن أي خليفة؟ يا الله خاف غششوك. لا اللي اعرفه انه هو يوم 14 تموز. لا 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 لا, لا, لا. مو 14 تموز. 4 14 تموز هاي غير مناسبه. 4 يوم 4. لا ولا يوم. في عام هجري. عام هجري؟ ايه. اعتقد 20. لا 20 هجري. مو حكيت انت الرقم بس سويتي ميلادي. وسويتي 14 هجري. 14 هجري. هجري. منو بناها؟ عتبة. عتبة بن غزوان. عتبة بن غزوان. حلو. بعهد أي خليفة؟ عثمان. لا ما أعرف أي خليفة. بعد كم خليفة عندنا؟ المستعصم بالله. لا لا لا, لا. في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عام 14 للهجرة بناها عتبة بن غزوان. جائزة مقدمة من صالون النور للتجميل الجنينة شارع البهو. شكرا. حياك الله ومية هلا. لازلنا مستمرين بجولتنا. السلام عليكم. شلونكم شباب؟ شلون صحة؟ شو أخباركم؟ الله يحفظكم الله يعطيكم العافية الله يديمكم. مستمرين بجولتنا. السلام عليكم. ما أدري الجماعة عزمونا. لا السلام عليكم. السلام عليكم. خلينها تشول كلش هاي. أقول لك لو بس المايكات يلا تشاودينا هسه على مايعة
دلل. الاسم؟ علي. علاوي. محمد. محمد حيا. منين بصرة؟ بصرة بالخصيب. بالخصيب حضرتك؟ من الجمهورية. من الجمهورية. شو جمعكم بالخصيب على الجمهورية؟ المهم كنا العراق إن شاء الله. إن شاء الله. عندنا سؤال إذا جاوبته أعطيكم جائزة. إن شاء الله. وإذا ما جاوبته بعد كيفنا هنا إحنا شنو نطلب تنزلون؟ خدمتك. ها؟ اوكي صحيح. لا شفت كانك ما راضي. لا راضي. انت لا من يم من بديت حطيتني نص بطل ماي. انت بعد ما اريد اتدخل. في اي عام تم بناء البصره ومن الذي بناها وفي زمن اي خليفه؟ هجي مو يمي هاي المعلومات ما اعرف. وانت هم لا بس يدلها شويه تفكير فكروا وانا يجوز باكر لو عقب باكر اجي يا بعد عمري. رمضان كريم الله يحفظكم ان شاء الله الله يديمكم. اذا او تبقى الف خير ان شاء الله يا ربي. اذا مشاهدينا الكرام مستمرين بجولتنا وليلتنا البصريه الرمضانيه الرائعه مع اهل البصره اهلنا الطيبين وناسنا وشبابنا. السلام عليكم. السلام. شلونهم؟ صدر وجهك ايش على الكاميرا؟ السلام. نزل يدك. نزلت. اثبت. استعد. شلونكم؟ شلونك زين؟ عباس. عباس. مصطفى. مصطفى حياكم الله واهلا وسهلا بك. انتم منين من البصره؟ الحيانيه. حيانيه وانت؟ حيانيه. حيانيه. اهلا وسهلا بكم باهل الحيانيه. في اي عام تم بناء البصره ومن الذي بناها؟ عباس يعرفها. يلا عباس. عباس وين شو مخلص دراسه؟ انا اول متوسط. اول يلا. صراحه ما اعرف. البصرة أعتقد قديمة بحضارتها بتاريخها كلش بس قديمة. اللي أسس المدينة بناها يعني منو؟ الصراحة ما أعرف. شرفت بي. حرامات ما نعرفها. الله يحفظكم إن شاء الله. يا عمري إحنا مستمرين. تعال 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 قبل الفاصل. شنو اسمك؟ يوسف. يوسف حياك الله يا يوسف. يوسف أنت منين من البصرة؟ من النظران. من النظران. من النظران لو من نظران؟ من نظران. من نظران. تشوف بيصف سادس ابتدائي؟ ايه. وشني نصف السنه نجحت لو لا؟ نجحت. ها والله. متاكد؟ متاكد. زين راح اسالك سؤال. اسال. اذا جاوبت اعطيك جائزه. طبعا اجاوب. في اي عام تم بناء البصره؟ 14 للهجره. ايه. بناء ابو جعفر المنصوري. شلون ابو جعفر المنصوري وين لقيت هاي؟ استغفر الله عتبه بن غزوان. تحياتنا لبني منصور خوالي. شلون ابو جعفر المنصوري؟ ابو جعفر مو منصوري. عتبه بن غزوان. ايه عتبه بن غزوان. عتبه بن غزوان. ايه حلو. يا غششك ما حد. بس انت مبين تريد جائزه مال تشريب صح؟ لا جائزه مقدمه من وان ستوري المحل جوه هذا شنشل مول الطابق الارضي. بعد عمري يا بعد روحي. السلام عليكم. شلونهم عيني؟ شلون جيب لنا الكاميرا هنا. اذا مشاهدينا الكرام مستمرين بجولتنا ومستمرين بليلتنا الرمضانيه البصريه الجميله الرائعه. شلونهم يا عيني؟ السلام عليكم. شلونهم شباب؟ شلون صحة؟ الحمد لله. الاسم؟ محمد. محمد. تعال. تعال هنا وين شارد؟ شلونك؟ شو اسمك؟ حيدر. حيدر عزيز. منين؟ من البصرة من الزبير. لا ربك والله عبالي كوري. حبيبي. من الزبير؟ من الزبير. حيا وين بالزبير؟ حي العسكري. حي العسكري حياكم والله أهلا وسهلا. بسألكم سؤال إذا جاوبت أعطيكم جائزة إذا ما جاوبتوا شو ناخذ؟ زين شعر الأخ. علي يشمره منه ويموت ولا زين شعره. اي والله. في اي عام تم بناء البصره ومن الذي بناها؟ شو مخلص دراسه؟ انا بالثالث صناعه قسم كهرباء. حلو وانت؟ بطل دقايق. اي ها من هو اللي بنى البصره؟ البصره والله ما ادري ما عندي معلومه. نورتونا اهل الزبير حياكم الله ومية اهل. اذا مشاهدي الكرام لازلنا مستمرين بجولتنا. السلام عليكم.
شلونكم؟ الله يخليك الحمد لله. شلون صحة؟ شنو اسمك؟ اسمي علي. علاوي حياك الله. أم البنين. أم البنين يا هلا ومية هلا. علي ويا صف؟ أنا برابع علمي. رابع علمي وأنتِ؟ أول متوسط. أول متوسط. خلينا نشوف ياهو معلوماته أقوى ياهو معلوماته أضبط. في أي عام تم بناء البصرة؟ ومن الذي بناها؟ منو أسس البصرة وبناها؟ لسه ما يعتبر. سعد؟ لا. هاي ساحة سعد. ما لنا غرض سعد، مو جراج. أنا ما سألك على جراج بغداد. شنو اسمه؟ ما أدري. بيا سنة؟ 1900 لا شلون 1900 عمي؟ لا تاريخنا عريق. 1800 لا مو 1800، هجري. ست لا والله ما أدري. هجري. ها أم البنين. الاستراحيات هذه. لا ما أعرف. والله لا أريد أعطيكم جائزة والله. مساعدات. اختيارات. أكو عندنا ثلاث شخصيات لهم تماثيل بالبصرة. إيه. هسه راح أعطيكم تمثال هنا خليل بن أحمد الفراهيدي. إيه. تقاطع الجزائر. بالفل كمال العشار عبد الله بن علي مقابيل المحافظة القديمة أكو تمثال مال من؟ أعرف مال اللي بالكورنيش السياب. السياب منتهين منه شاعر العراق والشاعر العربي. بعد عندنا بقى واحد شخصية عتبة بن غزوان. عتبة بن غزوان ما أعرف. ما تعرفونه؟ أنت شلون بصار وقت؟ أنا صغيرة باوع عليه بس ناس اسمه. لا والله. شو ولا تعرفت عليه؟ لا والله. صديق كذب يا أخوي. بناها عتبة بن غزوان عام 14 هجرية في زمن الخليفة عمر بن الخطاب. حلوة هاي المعلومة؟ أعطيكم جائزة لو ما أعطيكم؟ كيفك. هاي الخاطر أم البنين. راح أعطيك جائزة. جائزة مقدمة من الركن الفرنسي للعطور جزائر شنشلمون. شكرا جزيلا. حياكم الله يا عمري. مية هلا بيكم. رمضان كريم عليكم. حياكم الله. إذن مشاهدينا الكرام مستمرين، ولكن بعد هذا الفاصل القصير لا تذهبوا بعيدا. إذن المستمرين مشاهدينا الكرام وجولتنا وليلتنا الرمضانية البصرية. السلام عليكم. السلام. شو الصحة؟ الحمد لله. شو سمحونا نقعد؟ فضل. يا الله احنا نتاني الطلب غير تمر؟ ايه. يا الله والله جئت بوقتي يعني. أنا شنو طلبوا زود؟ لا بعد طلب. أمان. أم فاطمة. أم فاطمة حياة الله. فاطمة. شبيرك؟ شهد. شهد. بناتك؟ فما يتعركن على الأم معي. لا يتعاركن. لا صدق. انتي وسطانية لو الصغيرة؟ وسطانية. وسطانية الصغيرة يا هاي. جاي ليش كلها طايحة براس الوسطانية؟ والله مظلوم. لا صدق والله. والله ما أدري. ليش يعني؟ هي ناظرة. ها؟ بس دائما والله الكبيرة ما تتحاشى. والصغيرة مدللة. إيه صحيح. وطايحة براس الوسطانية. هي نادرة ومن أقلها على شغلات يعني. فاطمه من اجي على شغله انا عندي دراسه انا عندها دراسه وعندها مسؤوليات وصارت وزيره هنا صحيح ما سويت ولا اخذت ذيك الصغيره هذيك الصغيره عقود مدلله عمي على كيف كان وياها والله ها خوش لقنا المعاناه اي والله يلا طيب فاطمه راح اسالك سؤال اذا جاوبت اعطيكم جائزه تفضل في اي عام تم بناء البصره منو بناها اسسها والله ما اعرف في اي عام هجري شخصية معروفة بنت البصرة تمثالها موجود بالبصرة لا بدر شاكر السياب شاعر اي شاعر بعد عندنا شخصيتين عندهم تماثيل والله ما اعرف ناسية خليل بن احمد فراهيدي عالم باللغة العربية بعد عندنا تمثال اريد افوز جبران؟ لي جبران؟ ما عندنا تمثال جبران والله ما اعرفه ابن العشار يم عبد الله بن علي ايه التمثال شنو اسمه؟ سياب؟ لا شاعر ما تعرفين ايوة؟ ها؟ عتبة؟ عتبة بن غزوان؟ هذا هذا الغيب شلون احنا بصار وانتم وين بالبصرة؟ كنت حجاج قديم كنت حجاج حياكم الله اهلا وسهلا بكم عبد الامير جائزة مقدمة من صالون بياض الثلج تقاطع قازينو لبنان هذا
راح ننطيه للضحيه اللي طايح براسها الشغل ها واللي طايح براسها البيت كله صحيح. ومالك كبيره اللي والله تدرس والصغيره اللي مدلله تفضل. شكرا جزيلا الله يحفظكم. اذا من العائله البصريه الله يحفظ لنا عوائلنا وبنياتنا وامهاتنا الله يديمشان ان شاء الله خيمه عليهم ويحفظكم جميعا. خلوا نروح فاصل قصير وراجعين وياكم لا تذهبوا بعيد. إذن مشاهدينا الكرام مستمرين بجولتنا لهذه الليلة وليلتنا البصرية. السلام عليكم. شلون صحة؟ شلونك عيني؟ حياك الله عمري. علي 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 همس. علي 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 صدق؟ والله علي 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 رب العلا اختار. شلونكم؟ والله شلون صحة؟ هسه احنا بعد اليوم ضيوفكم شنو ضيفونا؟ ها؟ كفو 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 كفو. اقول لك يا اهل البصره يعني مو جديده هاي ولا هسه احنا نريد نصورها امام الاعلام، لا هي معروفه البصره بناسها بكرمها بطيبها بشجاعتها كل شيء. البصره اول نمبر 1. راح اسال سؤال اذا جاوبوا اعطيكم جائزه. السؤال لك يا صديقي، من الذي بنى البصره وفي اي عام هجري؟ عتبه بن قزوان. حلو. عام 2014. ايش قد؟ 2014. هاي الان ترى مو البصره. هاي الان ترى 2014. هجر 14. عام 14 هجريه يا صديقي. شنو اسمك؟ علي؟ علي. جاز مقدم من برج ايفل للعطور شارع الجزائر مقابل حسينيه خديجه. نورتونا يا اصدقائي. علي 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 حياكم الله. العليون الثلاثة ولا زلنا مستمرون بهذه الجولة وهذه الليلة الرمضانية البصرية. وخلي نشوف الأساتذة. السلام عليكم. شلون هو أساتذة؟ شلون الصحة؟ تعال يمي نسلم عليكم. ها تعال تعال أنت الشايب الخير والبركة. كيف شلونك حيل؟ الله يعزك. الاسم؟ محمد كريم. محمد حياك الله. محمد سلمان. محمد سلمان. حيدر. علي. احمد. احمد. احمد حياكم الله. شلونكم شو اخباركم؟ نعم. شو صار عندي سؤال اذا جاوبت اعطيكم جائزه؟ نعم. الحجي شرد شايب؟ خطار من كربلاء. خطار من كربلاء وراح. تعال عمي تعال. ها كيف؟ في أي عام تم بناء البصرة ومن الذي بناها وفي زمن أي خليفة؟ يلا يا أهل البصرة. ها علاوي. أنا مو من البصرة الصراحة. منين أنت؟ من بغداد. أنا أطلع من الموضوع. ها ما يخالف. منو اللي بنى بغداد؟ ما أدري. يلا يا البغدادي. ها جعفر المنصور. أبو جعفر. هلا إحنا أهل البصرة عرفناها وإحنا أهل البصرة ما يعرفون البصرة. وأنت؟ أبو جعفر المنصور. لا هاي بغداد. هم بغداد. هم بغداد. حياكم الله ونورتونا ورمضان كريم واسف على ازعاجكم. حياكم الله واهلا وسهلا بكم. سلمونا على الشايب. اذا مشاهدينا الكرام مستمرين بجولتنا وليلتنا الرمضانيه وعوائلنا البصريه الرائعه. وخلينا نشوف بعد متسابقين. السلام عليكم. ها الله يساعدك. الله يساعدك. شلونك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ على الله. شو اسمك؟ علي. علاوي. علاوي توك من البصرة؟ أنا من البصرة القديمة. من البصرة القديمة من نظران؟ إي. توك ويا صاحبك هذا وليدي شبهك؟ أخوك؟ لا. ها؟ صديقي. صديقي. وخذيت السؤال من عنده وجيت؟ لا لا والله. افتر هيك افتر. أنت شنو عندك؟ قصر؟ لا، إي قصر. نظارة حلوة عليك. طيب يا صف؟ ثاني متوسط. ثاني متوسط. الله يوفقك وإن شاء الله. عرفت سؤالنا شنو؟ لا. منو اللي بنى البصرة؟ عتبة بن قزوان. يا سنة؟ سنة 41 ل 14. 14. اه انت دخلت بين 41 و 14. لا 14. عبد الأمير. انطوني جائزة.
شركة شينزل للهواتف النقالة، العشار، شارع الاستقلال، مجاور الإعدادية المركزية. نعم. أوكي؟ تمام. شكرا. الحمد لله. شكرا لك. يا عمري، رمضان كريم عليك. مستمرة جولتنا. خليكم ويانا بعد هذا الفاصل القصير، لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، لازلنا مستمرين بجولتنا وليلتنا البصرية الجميلة وليالي رمضان الرائعة مع عوائلنا البصرية. مرحبا، شلونك؟ وهذه الليلة الرائعة الرمضانية البصرية مع عوائلنا البصرية، مع أهلنا في محافظة البصرة العزيزة. السلام عليكم، رمضان كريم عليكم ان شاء الله. الله يخليك، الله يسلمك رحمتك. ام فاطمه، ام فاطمه حياك الله. تعال بابا، تعال. يلا، مساء الخير، رمضان كريم. الاسم فاطمه. فاطمه غدير. غدير بناتك؟ بناتي. الله يحفظك ان شاء الله. الله يخليك، الله يسلمك. الكبيره مو؟ نعم. والوسطانيه؟ واكو زين؟ لا لا، ماكو، بس هن. بس هن. الله يحفظك ان شاء الله. الله يخليك. مو احنا هالايام اشوف عرك البنات على السوشيال ميديا على اللماعين برمضان. لا 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 ابد ما عندكم. لا لا ابد ما عندكم. والله يا الله، الحمد لله. الله يخليك. عندنا سؤال جواب، اذا جاوبتوا نعطيكم جائزه ان شاء الله. سؤالنا يقول، في اي عام تم بناء البصره؟ منو بنى البصره؟ منو اسسها؟ شخصيه عربيه معروفه تمثالها موجود بالبصره. بنات شو واصله الدراسه؟ قانون. ها؟ محاميه. محاميه. وحضرتك؟ مدرسه. مدرسه. يلا، وبصراويات، وتاريخ البصره هذا كم تمثال عندنا بالبصره؟ السياف. شاعر. شاعر. اي ما علينا به. الخليل محمد فراهيدي. المدرسه لغه عربيه انت؟ لا، انجليزي. انجليزي. خليل محمد فراهيدي هذا مختص بعلم العروض واللغه. بقعدنا شخصيه. ها؟ اكو عندنا قاعه عتبة. مسرح. ها؟ عتبه. عتبه بن غزوان. في اي عام بنى البصره؟ صحيح. عتبه صحيح. اي الحمد لله. بس في عام بنى البصره؟ هجريه. هجريه؟ اي. ها؟ 14 هجريه. 14 هجريه. ليش يعني ما تحكين؟ مو انت تربينا جيال. جائزة مقدمة من مركز كلاسيك مول للتجميل، شارع الوفود، مجاور المعرض الدولي للسيارة. حياكم الله ورمضان كريم عليكم. الله يحفظكم. ومستمرين مشاهدينا الكرام، وهذه الجولة وهذه الليلة البصرية الرمضانية الرائعة. باقي عندنا جائزتين أعتقد ونختم. جائزتين ونختم. نشوف عائلة أخرى بصرية. ها؟ تعالوا العائلة. تعالوا. السلام عليكم. شلونك؟ هلا حبيبي. شلون صحة؟ الاسم؟ تعالوا هنا على الطريق. شو اسمك؟ عباس حبيبي. عباس. علي كاظم. ها؟ علي كاظم. علي كاظم، وأنت؟ مصطفى عماد. ها؟ مصطفى عماد. مصطفى. كرار زوير. كرار. علي ضياء. ها؟ علي ضياء. علي. شلونكم؟ الله يخليكم. أنتم منين؟ من البصرة؟ من الداخلي. ها، كلكم شلة. شلة كلها. جيراننا من الداخلي. حياكم الله. أهلا وسهلا بك. راح أسألكم سؤال. جواب. السؤال يقول، من الذي بنى البصرة؟ وفي أي عام هجري؟ وفي عهد أي خليفة؟ يلا يا متعلمين، يا بتوع المدارس. تبي أصف؟ أنا سادس علمي. سادس علمي، حلو. وأنت؟ خامس. خامس علمي؟ علمي. خامس. علمي؟ رابع علمي. ها؟ رابع علمي. رابع علمي. وانت؟ رابع. يلا عيني. ما ادري ايش معلومه. ماكلش. يعني سادس علمي وخامس علمي و... هي ما موجوده و... وبصار ولا شلون ما موجوده؟ خلاص ماكو شيء. انا ما ادري. اطق كلها هسه. يمكن بالادبي ما موجوده. لا لا لا، ما ادري. موجوده. ها؟ ما انتبه. ناخذ لنا غفوه. يلا فكر. خلي افكر. يلا. ها؟ سؤال ثاني. ماكو سؤال ثاني. نورتوني ورمضان كريم عليكم شباب، وحياكم الله، ومية هلا بأهل الأمن الداخلي. إذن مستمرين وجولتنا البصرية. خلنا ننزل شباب.
لا بدون فاصل ولا اخذ فاصل حتى اشلع قلب وصف المرعي المخرج والمونتير الا اذي. لازلنا مستمرين مشاهدينا الكرام جولة، خلينا نشوف هاي النقوش والرسومات. السلام عليكم. رمضان كريم. علينا وعليك يا اهلين. شلونك؟ تمام الحمد لله. شلون صحتك انت؟ شنو ترسمين للاطفال؟ اول شيء عرفي الجمهور. هاي هاجر الشمري. هاجر الشمري. رسامة. فنانة ورسامة. صديقة طالب. صديقتي واشرب بيك. عيوني. شو تشوفين هاي المهنة متعة لو مهنة؟ لا متعة. متعة حلو. كلش. انت دائما انا اشوف تشتركين بمعارض فعاليات ومهرجانات فنية. لكن انت مركزه هنا لكن هم بها مدخول مادي بلا حسد يعني تكرفين كرف فلوس كلش لا صدق والله كلش طقيتي يعني من الاخير اي الله يرزقك الله يرزقك منو اللي بنى البصره هاجر؟ حمورابي لو لا حمورابي لا اطقيت كله ليش تسالوني ايش اسئله قولوا الفرشة بيش الالوان شنو شرف تقول حمورابي بنى البصره لا منو بنى البصرة وفي أي عام هجري؟ لا يلا ها هذا شنو؟ مو احنا صايمين زين لا لا اوكي كم تمثال عندنا بالبصرة؟ شخصيات سياب سياب هالشاعر اي هذا ما بنى البصرة اي هذا شاعر البصرة اللي بتقاطع الجزائر اللي بشارع الوفود اي شارع ال شارع هاي اليوم يروح للجمعة بشارع شارع الفراهيدي شارع الفراهيدي الخليل بن أحمد الفراهيدي فوق بعد عندنا شخصية اللي تبذال هو بالعشار بنص العشار هذا شنو اسمه مو أبو شاكوت أبد لا 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 والله الثاني والله أنا هم أرد أعرف اسمه نسيت زين القاعة مال المسرح قاعة بابل العدم منين قاعة بابل هاي نوني سوينا بها مسرحيتك؟ ايه شو اسمها؟ قاعة بابل قاعة بابل لو قاعة عتبة؟ يمكن عتبة بن غزوان ايه هذه؟ ايه عتبة بن غزوان هو اللي بنى البصرة والله ادري والله يعني فنانة ابوي اذا يشوف هذا اللقاء بالقرآن يذبحني ها والله العظيم اوكي اذا نرجو من وصف المرعي يحذف لنا هذا اللقاء ها لا على ثقافتي ابوي راح يعدمني على ثقافتك يا ابو ابو هاجر ابو هاجر عملات ما ابو هاجر زين زين ابو هاجر فنانه والله قايل لي هو انت فنانه شلون ما عندك هاي المعلومات عن مدينتك انت بس يا اخي ناسي هاي بالضبط الخاطر ابو هاجر خاطر ابو هاجر والخاطر ام هاجر جائزة مقدمة من عيادة من عيادة فيكا لطب وتجميل الأسنان شارع السعدي تقرأها؟ بناية فرص شكرا حياك الله لازلنا مستمرين بهذه الجولة وهذه الليلة الرمضانية السلام عليكم شلونكم؟ رمضان كريم شلونك يا عمري؟ الله يخليك أبو من؟ أبو مهيمن أبو مهيمن أم مهيمن أم مهيمن مهيمن مو؟ والله والنعم مهيمن طينا ماي مهيمن ولا لا خلقنا ايه كلش الله يخليك شلون صح رمضان كريم عليكم علينا وعليك احكي لي على ام مهيمن بالفطور فول لا تخاف والله ما اخاف والله لا تخاف قوي قلبك قوي قلبك لا تخاف فول 100% ها خوش احكي لي على ابو مهيمن بالعصبيه قبل الفطور بالعصبيه فول صدق شوف والله كلش متعبني كلش متعبني قبل الفطور خوب 3 ساعات 4 هنا هنا ما يتحاكي تدخن؟ مو يدخن وماكو تدخين فايش يسوي؟ عصبية صار شوف هسه من قلت له قلت له فول الأكل وأنا متأكد 3/4 ديليفري ها راح أسألكم سؤال إذا جاوبتوا أعطيكم جائزة سؤالنا يقول من الشخصية اللي أسس وبنى البصرة وفي أي عام هجري؟ انت شو خلص دراسة؟ ماما والأخت؟ خامس ابتدائي ها؟ ما غيرك شخصية بصرية بنى البصرة سؤال سهل وتمثاله موجود بالبصرة وهذا تاريخ البصرة لازم تعرفونه
هسه خلينا نسأل مهيمن. السلام عليكم مهيمن. من الذي بنى البصرة؟ عتبة بن غزوان. جاوب. عتبة بن غزوان. في أي عام؟ 14 هجري. 14 هجري؟ 14 هجري. في زمن الخليفة عمر بن الخطاب. لا تمنون علي، أنتم هو اللي جاوب. أنتم ما جاوبتوا. جائزة مقدمة من مطعم صنعاء اليمن الجزائر قرب مطعم أبو حسن، وجبة لشخصين. تروحون مهيمن؟ لا لا وياكم. هو مهيمن العازمكم أصلا لأن هو اللي جاوب. أنتم ما جاوبتوا. رمضان كريم عليكم. علينا علينا علينا. والله يحفظكم إن شاء الله ويديم عليكم حياة هانئة وسعيدة على الجميع إن شاء الله، ويحفظ لنا البصرة والعراق بصورة عامة إن شاء الله. الله يديمكم إن شاء الله ويحفظ لكم هالوردة هذه. الله يديمكم. إذن مشاهدينا الكرام، مع هذه العائلة البصرية نختم طبعا حسن رادي ينقلب. نختم حلقتنا لهذا اليوم على أن نلتقي بحلقات أخرى وليالي بصرية أخرى مع عوائلنا البصرية وأهلنا في محافظة البصرة الفيحاء. ويا ربي أنه آخر شيء احنا ندعو بالأمن والأمان والرخاء لكل عراقنا الحبيب، ويا ربي يدوم علينا هذه الجمعة وهذه الفرحة وهذه الليالي المباركة، مو فقط في رمضان هذا التواصل وهذا الألق، كل أيامنا إن شاء الله خير وسعادة ومحبة وبركة. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شاكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.